مشاهدينا، اليوم نحن بالحلقة الأولى من برنامج طبخة صيامي. بداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة بدء الصوم المقدس. رح نكون معكم بطيلة فترة الصوم مع الأخت حنان الدباس فريش، رح تعلمنا طبخات وحلويات وسلطات متنوعة صيامية حتى تساعدنا أنه نلاقي تشكيلة للمائدة الصيامية. مساء الخير. أهلاً أهلاً خورية، كل سنة وأنتم سلمين. حابين اليوم نبلش في أكلة سويت أند ساور اللي هي صيني وكل الصغار بحبوها والكبار، مع رز أبيض، ونعمل سلطة بطاطا مع بقدونس وتومة، ونعمل كيك شوكولاتة. هلا قبل ما نبلش، كتير حلو، بدي أقول لكم كتير راح يكون في بركة عظيمة لما إحنا نفوت على المطبخ، نبلش بدنا نشتغل، نبلش بدنا نطبخ، كان أكلة صيامية أو مش صيامية. حلو كتير إنه نبلش بصلاة ما قبل الطبخ، يعني هذا كتير بيعطي بركة للطبخة ولكل إشي بنعمله. فرح نقرأ أول إشي مع بعض، رح نصلي صلاة قبل الطبخ للقديس أفروسينيوس الطباخ، وبعدين رح نبلش مع الأخت حنان نشوف مقادير الوصفة، وكمان رح نشوف كيف رح تعملها. المجد لك أيها الإله الأزلي، مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته. أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم. وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس، ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزال مبارك إلى الأبد، آمين. رح نبلش بالطبق الرئيسي هلأ، اللي هو رح يكون تشاينيز مع رز أبيض. مع رز أبيض. تفضلي أم رزة. بدنا نبلش أول إشي بالرز. فأول إشي منحب نحط معلقتين لثلاثة زيت، زيت نباتي أو ناس بحبوا يحطوا زيت زيتون، ف يعني هذا راجع لكم. بعدين بدنا ننزل الرز عليه، هو رز حطينا ثلاث كاسات مغسول ومنقوع، رز حبة طويلة. تمام. شوي بس هيك نقلبهم عشان الزيت كلياته يصير فيهم. نحط معلقتين لثلاثة ملح، شوي بركة، طبعا هذا الرز بيحتاج لحوالي ثلاثة ونص أو أربع كاسات مي، طبعا مغليين. تمام. رح نتركه على العالي. على العالي هلا أول هلا بين ما تنشف المي، ونحن هون معايرين كنا كمية المي اللازمة. هلا رح نتركه شوي عشان يغلي. بهذا الوقت بدنا نبلش بالسويت اند ساور. تحكي لنا المقادير قبل ما نبلش. اول اشي بدنا نحط زيت، زيت نباتي حوالي معلقتين لثلاثه. بدنا نحط معاهم التومة، ثلاث حبات تومة أو أربعة، فيعني هذا الإشي بيكون حسب الكمية اللي هي موجودة، يعني يمكن نحط حبتين حسب الرغبة يعني كمان. وطبعاً بعدين بدنا نقسم بصلة والخضرة، فلفل حلو ملون أصفر وأحمر وأخضر، برتقاني مع جزر مقطع.
هلا نحن بدنا ندبلهم مع بعض على النار، بدنا نقيمهم بنفس الوقت، بدنا نحط بعدين كاتشب ومية الأناناس، مية العلبة ومعلقة عسل أو معلقتين عسل، وبعدين إذا منحب الكاجو نزيده عليهم. فهلا أول إشي خلينا نقسم البصلة مربعات كبيرة عشان يكون متناسب مع القطعة اللي حطيناها. يعني يمكن هاي الأكلة كتير فيها فائدة وكتير فيها فيتامينات، يعني كل هاي الأنواع الفلافل اللي استعمل فيها فيها كمية كبيرة من فيتامين سي وحديد، ويعني مفيد كتير صحية. يعني خصوصا للأطفال اللي بدهم يصوموا، لكل أفراد العيلة، لكل أفراد العيلة، والكل بحب هذا، يعني هاي الأشياء كتير بحبوها. مظبوط. هلا انت زي ما حكيتي التومه حسب الرغبه، يعني اذا في ناس مثلا ما بيحب توم بقدر يستغني عنها. طبعا طبعا. بس هلا اول شيء يحطينا الزيت على النار. اوكي كمان على العالي ونبدا على العالي اول. اذا اولها رح نبلش على العالي نقلب التومه مع الزيت. بعدين نحط الجزر، لانه الجزر هو بيطول لبين ما يستوي شوي. نحن قسمناه على كل رفيع، بنقسم الجزرة أول إشي هيك، بنقسمها حتى تقريبا يكون كلياتهم نفس درجة التقطيع. يعني رح نحط الجزر قبل البصلة، الجزر قبل البصل إشي. وقبل الفلفل. معناته هاي ملاحظة كثير مهمة نعرف، يعني احنا بالعادة دغري بندبل البصل وبنبلش نشتغل، فإذا التومة أول إشي التومة بالضبط، بعدين تاخذ لون ورأسا بنحط، لا مش كثير لون، مش بس كتير. شوي نتفة تدبل. تمام. بعدين بنحط عليها الجزر. جزر. تمام. إذن هو فعليا الجزر لأنه أكثر نوع شوي. من أنواع الخضرة هاي اللي بياخد وقت فبنحطه بالبداية، عشان هيك قسمناها رفيعة. تمام. دائما بنحب نطبخ لأولادنا الأشياء المفيدة اللي بيحبوها، لأنه الصوم هو صوم طويل 40 يوم، بس كمان عشان نشجع هالأولاد إنهم يأكلوا الأشياء اللي بحبوها. يعني هي فكرة البرنامج إجت صراحة لأنه كتير في ناس مثلاً نسمع دائماً إنهم بيقولوا لنا صعب الأكل الصيامي، بنقضي الصيام حمص وفلافل، بطني بوجعني، زيت كتير. فهاي بالعكس هاي الأفكار يعني بتعلموا كل، حتى إذا الصبايا اللي متجوزين جديد اللي يعني كلها أفكار بسيطة سهلة وذات قيمة غذائية عالية، وللأطفال الصغار كثير كمان يعني مفيدة وبيحبوها، رح يسهل عليهم. بالضبط. طبعا حلو كثير إنه نشجع. هلا في ناس بقول مثلا لا صغير لا كذا، دائما الصغار بعد 10 سنين حلو كثير إنه نضل نشجعهم يشوفوا البابا والماما صايمين، ليش أنت بتاكل هيك أنا مش هيك، حلو كثير إنهم يبلشوا يتعودوا على مفهوم الصوم. عشان هيك بدنا نعمل لهم الاشياء اللي بيحبوها بطرق بسيطه وصياميه، وبنستغني عن اللحمه والدجاج، وبنفس الوقت بيكون فيها يعني مصادر غذائيه اللي هي تخليهم يقدروا يتحملوا الصيام، وكلياته بالاخر بنعمه ربنا رح يبارك هذا الاشي ويقدرهم ويقويهم حتى انهم يقدروا يصوموا. بدي اوصلها ممكن يضل على نار عاليه. اذا اول ما حطينا الجزر وطينا الغاز شوي، قديش بياخذ تقريبا 3 دقائق؟ يعني تقريبا. اذا 3 دقائق لبين ما تتدبل شوي. هو كمان الصراحه الصيني او هاي الطبخه ما بدها تكون الاشي مستوي على الاخر، يعني بحب الواحد يذوق فيه طعم القرشه اللي موجوده بالخضره، ما بدنا اياها تكون دايبه على الاخر. تمام. خلينا نحط البصل.
هلا بدنا نحط البصل، قطعناه برضو قطع كبيره ونقلب شوي. اذا التومه جزر، بعدين البصل، البصل بعدين بتخيل الفليفله كلها، خلص كلياتهم مع بعض. تمام، بس برضو كلياتهم هيك لازم يتقلوا بالزيت. اها، وكمان الحلو انه ما في كميه زيت كثيره، كثير يعني لا، بكميه كثير قليله عم بتحاول. شوفوا الالوان كيف بتلاقيها حلوه ومتناسبه مع بعض، مشهيه مشهيه، والريحه كمان كثير حلوه. طبعا نحن حطينا هاي الكميه اللي هي حبه من كل لون، بس طبعا على حسب قديش عندك العيله، قديش عدد الاشخاص اللي بدهم ياكلوا، بنقدر هذا الاشي نتحكم فيه زي ما بدنا، مش شرط انه نتأيد بهاي الكمية كلها. اكيد اكيد. قديش بتاخذ تقريبا عنا؟ هلا دقيقتين بس، ما بدناش اكثر، لانه بدنا نرجع نقيم الخضرة ونحط بنفس الطنجرة نعمل الصوص اللي هي بالاخر بدنا نسقطهم فيها. تمام. الصوم هو زمان تربية روحية واستنارة، هو العودة إلى الله ونعيمه، هو حالة يدخل فيها المؤمن ليتعرى من الأهواء والشهوات الجسدية ويسلك مسيرة الصلوات والمحبة والتوبة. الصوم حج ملكوتي يعلمنا ضبط النفس والجسد، يعيدنا إلى الحالة الفردوسية. الصوم يقرب الإنسان إلى الله. هلأ بالنسبة للصوص أم رزق، إيش رح تكون مقاديره؟ رح نستعمل كوب من الكاتشب، عندنا هون كاسة كاتشب، كاسة مي من مية الأناناس، تمام، ومعلقتين عسل، رح نحطهم مع بعض نخلطهم بيغلي شوي، وبعدين رح نرجع ندير الصوص للقدرة عليها. تمام. الأناناس وين رح تضيفيه؟ الأناناس بالآخر بدنا نحطه، مش من هلا. تمام، هذا خلاص صور خمس، ما بدنا كثير يكون مستوي، بدنا اياه يعني يقرش ويكون كمان. هاي بترجع لكيف كل حدا، يعني هو من تقريبا من 3 إلى 5 دقائق بتقلب مع بعض. ايوه، اللي بيحبه يكون مستوي اكثر بيقدر يخليه. ما هي هذا راجع، ايوه، للاشخاص. خلينا ندير هون، بعد اسكت نمسك من الشقه الثانيه. تمام، هلا في شيء من هاي المقادير ام رزق اختياري؟ مثلا الكاتشب ممكن حدا يستغني عنه، ممكن يخفف، ممكن يعني هو الزكاوي فيه طعم الكاتشب مع العسل مع المرقه تبعت مع مرقه الاناناس، هي اللي بتعطي الطعم. تمام، اللي نحن بدنا اياه. تمام، اذا هذا هلا كوب كاتشب، كوب من مية الأناناس اللي بتكون موجودة بالعلبة، نفس علبة الأناناس. علبة الأناناس، أيوة. تمام، بالضبط. نحط معاها هلا العسل، كتير أساسي هون عشان السويت تصور، عشان يطلع الطعم. تمام، يعني لأنها هاي معلقة صغيرة فبنحط حوالي 3 معالق. أها،
أوطي شوي. وطي أوطي. إذن على نار واطية صار عندنا هون كاتشب. كاتشب ومرقة الأناناس. الأناناس والعسل. والعسل. هلأ بدنا نخليهم شوي يغلو هيك شي 3 دقايق قبل ما نزيد الخضر عليهم. نشوف الرز بس. إذا نشفت المي بدنا نوطي. لسه بده كمان شوي. طبعا الرز بامكاننا نستعمل اي نوع رز، الرز العادي او طبعاً. الرز الامريكي الحبه الطويله حسب رغبه الواحد ايش. تمام. طبعا هي الطبخه هذه سهله ما بدها تاخذ وقت، شويه تقليب الخضره هي اللي شوي وتقطيعها بس اجمالا بسرعه بتخلص، يعني اللي مستعجل بقدر يستعين فيها. مزبوط. شوي بدنا عشان نلاقي يعني عقدت نتفل الصوص. ما سكت كلياتها مع بعض. نشتغلي شايفه. اذا بعد ما تغلي راح نبلش راح شوي نستنى لبين ما شوي دقيقتين ثلاثه هي بلشت. شوفي بلشت تغلي. داير هلا بدنا نوطي بدنا ندير الخضار عليها. شكرا خوريه. طبعا الريحه كثير حلوه صارت عندنا بالاستوديو، كثير كثير حلوه الريحه والمنظر، يعني مش راح احكي لكم، انتم شايفين قديش حلو الالوان وانسجام الالوان بالاكله. قديش هلا بدها تقريبا وقت ام رزق لحتى كمان هيك يعني ابو 5 دقائق 10 دقائق نحط هذا. طبعا اختياري الكاجو اختياري. إذا حدا بحب ما حدا بحب نقدر نستغني عنه. كاجو ني ني شوية صغيرة حمصته على بالمقلة. تقريبا المي نشفت هون عندنا على الرز. نوطي. نوطي. هلا الرز ما في وقت معين له لبين ما نشوفه استوى صح؟ طبعا يعني بس تنشف المي بدنا نوطي تحته 10 دقائق 5 دقائق. والحلو لو بيزيد شوي الوقت بيكون يعني ما بنحرق الرز بضل فليكسبل، اذا على الواطي ما رح ما بتاثر. هلا عمالها بتغلي الخضره معها فبدنا نزيد الاناناس. كمان الاناناس حسب الكميه اللي انتم بتحبوا انكم تحطوها برضه بيغلي غلوه بس. هلا السلطه اللي رح تعملي لنا اياها ام رزق اليوم سلطه سلطه بطاطا مسلوقه مع بقدونس وتومه وليمون. يا عيني. لازم نشكل طبعا بالاكلات اللي بنعملها، حتى لو كان ناس بيقولوا لك البطاطا هي نشويات كيف بدنا ناكل بطاطا مسلوقه بس نحن عاملين هون خضره، فحلو انه نعمل شيء ثاني. كثير في ناس بحبوها يعني. تمام. هلا يمكن هي البطاطا حتى لو فيها كمية نشويات بس إذا مش مقلية إذا مسلوقة بتكون فيها يعني الكالوريز أقل. وبرضه البطاطا هي مفيدة، يعني هلا الفكرة السائدة عن البطاطا إنه إنه فيها نشويات. نشويات بيقولوا. نعم بس هي كثير مثلا إذا كانت مسلوقة برضه إلها فوائد كثيرة. هون ما بنستعمل ملح نحن بهذه الأكلة لأنه هي سويت أند ساور. إذا هاي ملاحظة كثير مهمة، طعم الخضرة طعم العسل والكاتشب مع مية الأناناس فما بنحط فيها ملح. تمام. إذا هاي الأكلة ما بنحط فيها ملح ولا أي نوع بهارات ولا إشي. تمام. هاي ملاحظة كثير مهمة. طبعا شكل الخضرة وريحة الخضرة كثير زاكية.
اذا هيك صار جاهز اول طبق. الطبق الرئيسي صار معنا جاهز وشكله وريحته كثير حلوين. هلا بالنسبه للرز بده شويه وقت، بهذا الوقت رح نعمل سلطه البطاطا ان شاء الله. هلا المقادير اللي بدنا نستعملها: بقدونس مفروم للنخربش معه، زيت وليمون، تومه مدقوقه، وهدول للزينه بدنا شويه ملح يا خوريه. تمام ملح. هلا بدنا نقطع هون البطاطا. هي البطاطا مسلوقه ومقشره، نقطعها قطع كبيره لو سمحتي خوري الجاط. اذا نقطع البطاطا، طبعا برضو الكميه حسب كل حدا بالعيله، حسب حجم العيله، حسب قديش اكيد يعني بتقدروا تبلشوها مثلا تجربوها بحبتين بطاطا ثلاثه حسب الرغبة الكمية. أنا راح أحرك الخبز. شوي يعني إن شاء الله لو تخفف السلطة بيكون خلص. تمام. هلا مدة سلق البطاطا ام رزق قديش يعني؟ هلا مرات البطاطا مجرد ما نحطها بتستوي بسرعة، مرات بتطول شوي. ما هي ايام حسب نوعها، بتلاقي في بطاطا بتلاقيها بتستوي بسرعة، في ناس بيعملوا البطاطا حبة كاملة وبسلقوها، ناس لا بسلقوها مقطعة. انت بتفضلي انه تنسلق حبة كبيرة؟ بفضل انه هيك، لانه بتقطعيها بعدين زي ما بدك وبتشوفي قديش ما يعني قديش مستوية. تمام. بس برضه اللي بيحب انه يقطعها وبعدين يسلقها بالضبط كمان طبعا بصير اكيد. هلا هون حطينا شوية ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، سمنين تومة دقيناهم، نخلطهم مع الملح مع الليمون والزيت. تقريبا معلقتين كبار، معلقتين زيت كبار زيت وليمونة معصورة، ليمونة واحدة. تمام. السلطة اختياري، يعني قديش بدك تحطي بقدونس، قديش بدك تحطي تومة، الملح، ناس بيحبوا الأكل مالح يعني أكيد. ناس بيحبوا لا ليمونه ظاهر، ف إذا حسب الرغبة. حسب الرغبة. هلا بدنا نستنى الرز، بتصور إنه خلص الرز صح؟ تمام. نطفي تحت الرز ونسكبه. إذا الطبق الرئيسي هيك لليوم صار جاهز. طبخة صحية ومفيدة كتير وزاكية وريحتها كتير زاكية، تشاينيز مع رز أبيض مع سلطة البطاطا والبقدونس والليمون، وبرضه ريحتها كتير زاكية. رح نطلع فاصل، وبعد الفاصل رح تعمل لنا أم رزق كيكة الشوكولاتة الصيامية.
هلا قبل الفاصل كانت معنا ام رزق عملت لنا طبق كثير مميز اللي هو التشاينيز مع رز ابيض ومع سلطه بطاطا مع بقدونس وتومه. وهلا رح تعمل لنا كيكه الشوكولاته الصياميه. دائما كثير بنسمع انه كيك ما عمره بزبط معي كيك صيامي، هلا رح نتعلم طريقه كيك صيامي سهله وزاكيه مع ام رزق. تفضلي ام رزق. هلا في عنا العيارات اللي بدنا اياها هي كاستين طحين، طبعا بدنا ننخلهم، بدنا نحط معاهم كاسه سكر، نحط معاهم معلقه بيكنج باودر، وبنحط نص كوب كاكاو، نخلط المكونات الجافه مع بعض، نحطهم بالقالب، إذن كاستين طحين، نص كاسة كاكاو، ومعلقة بيكنج باودر، بيكنج باودر معلقة صغيرة، نحط كمان كاسة سكر، كاسة معهم سكر عشان نخلط كل المكونات الجافة مع بعض. وعندنا هون كمان هاي، بنحط رشة ملح بس معلقة صغيرة، هلا بنحط معلقة كربونات الصودم. حطينا كل المكونات الناشفة تمام هون. هلا بس نحكي المكونات على السريع قبل ما نحطهم. عندنا كاسة، نص كاسة زيت، نص كاسة زيت، كاسة ونص مي باردة تمام، وعندنا معلقة كربونات، وبدنا نحط معلقتين خل، نحط معلقة فانيلا تمام. إذا خلطنا المكونات الناشفة كلها مع بعض، وهلا رح نحط السوائل. في ناس بيستغربوا إنه بنحط خل بالكيكة، بس بالنسبة للكيك الصيامي إشي كتير مهم الخل مع بايكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا. نحط المي باردة مع الخلطة، كاسة ونص حطينا، يعني بحسب ما عم بنشوف كتير سهلة طريقة الكيكة، ما يعني ما في كتير أسهل من الكيك العادي اللي بنعمله. حطينا الخل معه عشان نشوف كيف بصير يفور. هلا بدنا نخلط المكونات كلياتها مع بعض حتى تتجانس. طبعا زي اي وصفه ثانيه، اذا حدا بيحب كميه اكبر بنقدر نضاعف العدد، نضاعف الكميه تمام. شوفي الخريه هلا صار بتصور كويس. نطبخ فيها ونرجع نعملها. بس شوي بدنا نحرك نشوف انه كل شيء صار متماسك، نقيم الجوانب مع بعض. يعني زي ما خلطة صغيرة بسيطة، طريقة بسيطة جدا للكيك الشوكولاتة، خصوصا كثير بتحفز بالأطفال انهم هي اشي زاكي، كثير بيطلبوا من الصغار بدي اشي حلو بدي اشي زاكي. هاي كيكة الشوكولاتة بطريقة كتير سهلة وبسيطة. هيك الكيكة صارت جاهزة، هلا بدنا نوزعها على القالب اللي سبق ودهناه بالزيت مع الطحين عشان ما يلزق. طبعا بتقدروا تستخدموا اي نوع من القوالب، مربع، مدور، صينية، مخزوق، كلياته
هلا هاي الكيكه قديش تحتاج بالفرن؟ بدها تقريبا من نص ساعه ل 45 دقيقه على حسب الكميه. ف تمام. هلا بعد ما خلص قالب الكيك من الفرن دبناه بهذا الجاط التقديم. وشكرا لك خورية وصحة وهنا على قلب الجميع. طبعا كثير حلو شكل الكيكة. في ناس مرات بيقولوا ما بزبط معنا الكيك الصيامي، نافخة الكيكة وزبطة وكل شيء تمام. شكرا كثير أم رزق، يعطيكي ألف عافية. شكرا كثير لكم مشاهدينا، شكرا لكل حدا تابعنا اليوم. استنونا بحلقات جديدة كمان مع طبخات وحلويات طيبة صيامي من إيدين أم رزق. شكرا لكم وصحتين وعافية. صحة وعافية.